وفي السياق ذاته أعرب الوسط الرياضي في مدينة البصرة عن بالغ سعادته بعد إعلان الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن اختيار مدينة البصرة لتنظيم كأس خليج 25، آملين أن يتم إكمال متطلبات البطولة خلال المهلة التي منحها الاتحاد الخليجي للعراق باتخاذ القرار النهائي في شهر أيلول المقبل. حقيقة الفرحة تغمرنا باستضافة بطولة الخليج العربي، بالنسبة لنا هي بطولة كأس عالم حقيقة بالنسبة لدول الخليج، ففي الحقيقة فرحنا كثيرا، ولكن هذا يزيد من مسؤوليتنا تجاه الإعدادات والاستعدادات لإنجاح هذه البطولة. نحن على أتم الجاهزية حقيقة لاستقبال هذه البطولة، لدينا من البنى التحتية ما يؤهلنا لإنجاح مثل هذه البطولة، لدينا ملعب رئيسي سعة 65,000 متفرج وملعب ثانوي 10,000، وكذلك إن شاء الله في طور الاكتمال ملعب الميناء الرياضي الذي سيدخل الخدمة في غضون 4 إلى 5 أشهر. كذلك لدينا من الفنادق ما يؤهلنا لاستقبال ضيوف البي آي بي، هناك لدينا تحفة أيضا سياحية كبيرة جدا وهي فندق الميلينيوم الذي سيكتمل إن شاء الله في الشهر التاسع، وكذلك لدينا مستشفى ما يسمى بالمستشفى التركي القريب من المدينة الرياضية لاستقبال الإصابات والذي نسبة إنجازه 95% سيكتمل إن شاء الله قريبا، وكذلك الطريق المؤدي من المطار إلى المدينة الرياضية. فكل المتطلبات إن شاء الله قبل انطلاق البطولة ستكون جاهزة، وشرعنا منذ اليوم الأول لوصول الوفد الخليجي إلينا بالعمل على قدم وساق، وستكتمل إن شاء الله بإشراف السيد المحافظ ومعالي وزير الشباب والرياضة كل المتطلبات اللازمة لإنجاح هذه البطولة. ندعو جميع المسؤولين من رئاسة الوزراء إلى وزارة الشباب والرياضة محافظة البصرة أستاذ أسعد العيداني الذي بذل جهدا كبيرا بالاهتمام بالبنى التحتية وخصوصا الوفود الذي وصلت إلى محافظة البصرة بمتابعة كل الأمور. نطلب من الجمهور مساندة وخصوصا جمهور البصرة ورياضيين البصرة بالمساهمة في انجاح بطولة كأس الخليج. طيبين كنا على لجنة التفتيش الخليجية التي جاءت على إلى محافظة البصرة مؤخرا وسجلت النقاط، كانت جميع النقاط إن شاء الله إيجابية، وهناك بعض الملاحظات سجلتها أيضا اللجنة، وهناك حقيقة طموح كبير وهناك نوايا حسنة من قبل كل المسؤولين ومفاصل الدولة الفنية والإدارية والرياضية إن شاء الله لإكمال وتذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه خلال هذه الفترة اللي نطتها إن اللجنة لغاية شهر أيلول. إن شاء الله البصرة جاهزة.